عيتونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية شركة مشات وجات والحالة هي هي عيتونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية حقوقي حقوقي دم في عروقي ولن أنسها ولو أعدموني. مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للملفات والقضايا الإنسانية والاجتماعية. اليوم عندنا ملف آخر من مافيا العقار، الناس ديالها من 2015 وهما كيتسناو باش يتم تسليم الشقق ديالهم ليهم ولكن بدون جدوى. المقاول تشد في الحبس من بعد دار التزام بأنه يتم إطلاق السراح دياله على أساس أنه يخرج ويكمل المشروع ولكن لم يلتزم. من 2015 كاين الناس باقي مازال هنا كيعانيو، كاينين منهم جالية مغربية اللي كانوا كيحلموا أنهم يجيوا يستثمروا في بلادهم ويشريوا كما كنقولوا قبر الحياة أبارتمون ديالهم، يجيوا يشريوا هنايا في المغرب فكيصادموا بالواقع أنه ما كاينش هاد لي زابارتمون. لي زابارتمون كيف ما كتشوفوا النص ديالهم مبني وكثر من النص ما مبنيش، باقي ما الأشغال باقي ما كاملاش. كاين ايضا عدم الحوار من طرف المقاول باش يتحاور مع الناس اللي دافعين الفلوس ديالهم، كاين اللي عطى 20 مليون كاين اللي عطى 40 مليون، كاين صحاب السكن الاقتصادي اللي عطين 20 مليون بقات ليه 5 مليون واش يكمل، ولكن لحد الساعه مازال ما خداوش الحق ديالهم. غادي تعرفوا معنا اكثر على ملابسات هذه القضيه مع احد المتضررين. خويا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله اكثر كيفاش من الاول؟ من الاول المشكل ديالنا بدا اختي في 2015 ملي داروا لنا اشهار في التلفازه عبر القناه الثانيه دوزيام، داروا لنا الاشهار على اساس اننا ناخذوا كاين سكن متوسطي وسكن اقتصادي. سنه 2015 تنتفاجئوا في سنه 2017 مازال الاراضي فارغه كامله. كان الاجتماع ديالنا الاول اللي درنا من خلاله وقفات طويله اللي ناضلنا من خلالها باش يتبنى لنا السكن ديالنا، تم القبض على المقاول المعني بالامر والمقاول ديال الشركه، التزم في المحكمه على انه غادي يبدا في البناء على اساس انه يبقى الصراح ديالو مطلوق. دخلت شركه اخرى ما عرفناهاش واش شركه بناء ولا اكسيونير ولا شريك، دخلت البناء. ما الحوار معكم نتوما ما شرحش لكم؟ لا ما شرحولناش، حنايا جاو بداو تيبنيو تفاعلنا حنا خير، قلنا صافي سكتنا قلنا هما تيتبناو. اذا بينا تنتفاجئوا قال لك هي السكن الاقتصادي مبني، اجيو دخلوا لهم كي بحال عشوائي بحال غادي نقتحموهم بلا اوراق بلا يديك الله يخليك. علاش الاوراق؟ لحقاش الاوراق السكن المتوسط اللي مازال ما تبناش حاجزين على الارض، يعني باش حنا نسكنوا. عندك شي كريديات هذا؟ لا غير حنايا الساكنه وزيد عليها والشركه اللي دارت له الاشهار وبعض الشركات دايرين حتى هما الحجوزات ديالهم. اليوم السكن الاقتصادي المتوسط مازال ما تبناش، تيقول لك عطيونا الفلوس باش نبنيو لكم السكن الاقتصادي، حنا ما عندناش حتى حنايا، واش هو جاي يربح ونعطيوه حنايا الفلوس؟ ما يمكنش. وتنتفاجئوا بان هذا ما عارفينش واش عنده حتى رخصه البناء ديال السكن المتوسطي، ما بغاش يعطينا حتى التزام ديال فوقاش غادي نشدوا السكنه ديالنا، فوقاش غادي يبدا لنا في السكن المتوسطي، فوقاش غادي يسالي السكن المتوسطي. عطيتي ديال الفلوس؟ انا عطيت 10 المليون، كاين الناس اللي عاطيين. عطيتيها للمكتب ولا عن طريق النوطير؟ لا عطيناها للمكتب، كل شيء هنا اللي عاطيين للمكتب، كل شيء عاطيين للمكتب، كاين السيده عاطيه 20، كاينين الناس ديال الجاليه ديالنا لحقاش بزاف السكن المتوسطي، دابا ما تجيش تلقاي الناس بزاف، الناس ديال الجاليه اللي شاريين في السكن المتوسطي، هاد الناس ديال الجاليه وقع لهم مشكل مع ولادهم، اصلا هما شراو هنا باش يربطوا الجذور ديال ولادهم في, 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 في ارض الوطن، ولباوا النداء ديال صاحب الجلاله اللي تيقول لك كاع الجاليه ديالو تدخل نصره الله انه يدخل البلاد ودير المشاريع ديالها هنا. اذا دابا هما ولاو في مشكل مع ولادهم، ولادهم ولاو تيقولوا لهم سبع سنين هذا المغرب هذا اللي قلتوا لنا غادي نمشيو نستثمروا فيه، دابا سبع سنين ما عطاوكمش الدار ديالكم، دابا هما ولاو ما بين جوج ديال النيران انه يحبب الوطن لولاده، وولاده اللي تيشوفوا في الوطن انه
تما طلع لهم 7 سنين دابا. انا ماشي الحكومه، بالعكس الحكومه والباشا السيد الباشا والعامل مع السلطات المحليه كامله تعاونت معنا، حتى من قاضي التحقيق تعاون معنا، ولكن هو تيتماطل هذا السيد، تيتماطل تيحسب راسه فوق السلطه. شنو الجواب اللي كيقول لكم؟ دابا هو ما بغاش يجي يهضر معنا، ما كاين لا ما كاينش، قال لك وهذاك اللي كاين قال لك انا ما عندي حتى علاقه، مع غير تلاحوا الباراشيد ودخل. كيفاش ما عنده حتى علاقه هو كاين في مكتب البيع؟ هو هذا الشيء اللي قالنا، قال لك انا ما عندي حتى شي علاقه، انا كونسيلتون. ما قال لك كونسيلتون، قال لك انا كونسيلتون. دابا هو ما بغاش، قلنا له عيطنا صاحب المشروع نشوفوا معاه. دابا حنا المطالب ديالنا واضحه، ولا عندنا مطلب واحد، هو ان السكن المتوسطي ديال خوتنا يتبنى باش نمكنو نسكنو كاملين. دابا حد الان هو ما باغيش يلتزم معنا بالسكن المتوسطي، فوقاش يعطيه؟ فوقاش يبني؟ الاداء من هذا انه التزم معنا في شهر 6 يسلمنا، شهر 6 ديال العام الاول، شي شويه التزم معنا في شهر 9. التزم معكم كتابيا ولا؟ ديما شفويا، هو ديما تيهرب من الكتابي، ديما تيهرب منه. لحقاش ديما هو تيقول لك انا ما غاديش ندير معكم حتى شي التزام، على داك الشيء علاش حنا اليوم تنطالبوه انه يدير معنا التزام كتابي. يجي على الاقل يحضر ويبين لنا ويعطينا، يتحاور معنا. طافي علينا التليفونات بجوج، من هنا تيبين بانه ما عرفتش بانه راه سوء النية. كنا كانت عنده حسن النية، كنا كان هنا ويدير لقاء حتى هو ويعطي الرأي ديالو، علاش هذا الشيء هذا معطل؟ باش نسمعوا الرأي الآخر. باش يعطينا. أنا كنت تكلمت مع إحدى المتضررات من هذا السكن، وهي كتسكن بالديار الفرنسية اللي ما قادرش تحضر معنا اليوم. كاينة الأخت ديالها، وكانت أكدت لي بأن هي التقت بوزير السكنة في المعرض ديال سماب إكسبو تما، وكان وعدها بأنه سيتم البت في هذا الأمر هذا، وفعلا كان بداو أشغال شوية، عاوتاني رجعوا الأشغال شوية كيديروا، فتنفست السعداء، قالت الحمد لله بعد شويه راه بداو رجعوا كيخدموا. كتصطدم في الاخير بانهم عاوتاني كيعاودوا يوقفوا الاشغال وما كاينش عاوتاني حتى شي جديد. تقدري تقولي لنا، حيت انت هي الاخت ديال السيده اللي كاينه على برا؟ انا هي اختها. ياك اختك. انا اختك اللي عرفت هو انها طول حياتها كانت عايشه على برا، عمرها 49 سنه كيف ما شرحت لي في التليفون. قالت لي انا بغيت ندير قبر الحياه، انا عندي 49 سنه، واش انا باقي يلا غادي نبدا نضارب في المحاكم على قبل دار؟ وانا بغيت نستثمر في بلادي، كان عليا نشري لهي، ندمت وشريت هنا. اللي كاين دروكا هي ملي جات بغات هنا فين حقاش، هي ما عندهاش شريت هاد الشقه، هي حقاش ما عندهاش فين كتنزل. قالت نمشي ندير لولادي فين، ندير لولادي فين ينزلوا؟ قالت كندير لولادي فين ينزلوا؟ وفرحوا لي اولادها، قال لي غادير لنا دارنا قريبه تما البوزنيقه حدا البحر وكل شيء. تفاجئوا لا هي لا ولادها، كل عام فين ماما؟ فين هي الدار؟ ماما فين هي الدار؟ ماما فين؟ ومسبقه 30 مليون. 7 سنين دابا. وسبع سنين هذه. 30 مليون غير التسبيق. التسبيق. ودروك الان باقي ما كاين، ما خلات فين جرات، ما خلات مشات تما ذاك اللي كان تما في باري، كدوي مع القايد، كدوات مع العامل، كلشي كتهضر معاهم. وباقي لحد الان. هي كانت مؤخرا صيفطت لي واحد الاوديو بانها تكلمت مع الباشا، ومع القائد ديال المنطقه، وعدها بانه سيكون هناك. قال لي غادي يكون الحوار، وغادي يبرك معاكم، وراه غادي يتحاور معاكم لا ونان ولا الاخر. تفاجئنا ما كاين دروك، تفاجئنا اليوم ما كاين حتى واحد مع من الحوار. دوك المشكل ما كاينش مع من التحاور. وهذه الوقفه احتجاجيه راه منظمه ومرخصه بعلم القايد. بعلم غفله بعلم القايد والباشا. قالت لهم بالله راه غتكون وقفه. قالت لهم وقفه غتكون سلميه، حنا قالت لي عارفين القانون وحافظين القانون. انا اليوم كنتسائل اين هو المقاول ديال هاد، يعني المقاول ديال هاد الاقامه هذه، نورمالمون يجي يتحاور على الاقل يتحاور. كيف ما سمعنا ما كانش الحوار، نحن كصحافه كيف ما سمعنا الراي ديالكم نبغوا نسمعوا الراي الاخر ديالو. ما كاينش هو ما كيتحاور. كاينه برا هاد السيده. ياك السلام عليكم لالا. السلام مساء، لاباس؟ الحمد لله. انت كلشي الناس دابا كيسمعوك، قولي لنا شنو المشكل ديالك وشرحي لنا انت فين كتسكني. انا تنسكن كما كيعرفوني كلشي الناس تمايا، انا سميره اللي كنسكن في باريس. نعم. وانا السيده اللي كانت تلاقات مع شاكيب بن موسى، وسي فغي عطاني ديزي كارت، كنت كنعيط ديما للديوان الملكي، كان عندي اتصال دائم مع عبد الرحيم بن ناصر اللي كان مدير ديال الديوان ديال الوزاره ديال اللي في الرباط، كان ديما كنعطيهم سي فغي. ملي هضرت مع سي شاكيب بن موسى المشروع تحرك وبناو لينا السكن الاقتصادي، قلنا سي بون هاد الناس راه صافي، راه غادي لحق جابوا هاد بو الشعيب، والمشروع فيه بن شقرون فيه بو الشعيب، وتيقول لك احنا ما عندناش باش نبنيو. اوغ هما كيبنيو مشاريع اخرى وكملوا مشاريع
الا ديالنا ما بغاوش يكملوا، يا اما دايرين فيه شي غش يا اما دايرين فيه شي حاجه صعبه باديتو. حنا بغيت نعرف انا هاد الناس علاش بنوا المتوسط وحبسوا يديهم 7 سنين ما حطوش ليا حجره واحده. هادشي كله وهضرت مع القيد وقال لي غادي يكون، دابا كنتفاجئوا ما كاين لا قيد لا باش لا والو. انا غادي نعاود نتصل دابا مع القيد. نعم. فينكم فينكم؟ ياك نتوما باغيين توقفوا معنا، ياك انت قلتي لي فينكم؟ انا كنعرف ما كندير حتى شي حاجه خارج على القانون، ما تنخاف من حتى شي واحد. شحال مشالك عافاك؟ لا قولي لنا شحال مشالك ديال الفلوس، شحال حطيتي ديال الفلوس؟ حاطه 30. 30 مليون هذه غير تسبيق مده 7 سنين. واللي بغى يعرف هذا السيد، هاد السيد وهاد الباشا وهاد كلشي اللي كاين السلطات، وكما قلت الشاكب بن موسى انا طلقت عليه قبل هاد الدار. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مشى على قبل هاد الدار. الوغ مني دابا وليت كنقول كما قلت الشاكب بن موسى، قلت ليه لا دار لا فلوس لا راجل. السيد حط السيد الوزير شاكب بن موسى، كنتي التقيتي به في المعرض ديال سماب اكسبو وكان واعدك ياك؟ سماب وي كان واعدي. وسي فغي سي فغي، حرك المشروع حركو وبدا وقال لي. والعجيب في الامر كما دخلت للدار صونوا عليا التليفونات كيقول لك انا السلطات ديال بوزنيقه راه كلمتك وصلات وحنا غادي نديرو. قلت انا بغيت توصل، انا ما تنخافش، بغيت توصل لان رزقي ورزق ولادي. هذا هو المشكل. علاش اللي بغيت نعرف هو حنا النوبه الاولى كنا عارفين، وكما الناس كتعرف كلها بان لونسيان الباشا تحيد من بلاصتو على قبل، باني انا قلت لشاكب بن موسى قلت ليه تحط البانو والاشراف الدوزيام وكل شيء، والسيد ما عنده حتى الرخصه تاع البناء. هذاك الشارع كيدوز منه كل شيء، السلطات كدوز منه. كيفاش ما مشاوش عنده وقالوا ليه هاره اش كدير؟ نعم، يكون واحد البحث بعدا. تفاجئوا ها، كان تفاجئوا 3 ايام نقلوا الباشا من تما وجابوا لنا باشا اخر. ولكن فينا هو المشروع؟ فينا هو؟ علاش حبسوا الناس دابا؟ غتدخل لديورها، غادي يقتحم ويدخل لدورها، عندهم الحق. الرسالة ديالك أكثر من واضحة أخت سميرة. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا، هذه متضررة من الجالية المغربية الفرنسية. ايماجينيو أو تخيلوا معايا أن السيدة طلقات بسبب هذا المشكل هذا. عيتونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية، شركة مشات وجات والحالة هي هي. عيتونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية، لا شينا وحتى شينا على ديورنا اللي بغينا، على شينا وحتى شينا على ديورنا اللي بغينا، وعلى شينا وحتى شينا على ديورنا اللي بغينا. حقوقي حقوقي دم في عروقي، ولن انساها ولو اعدموني. حقوقي حقوقي دم في عروقي، ولن انساها ولو اعدموني. حقوقي حقوقي دم في عروقي، ولن انساها ولو اعدموني. مشاهدينا كيف ما شفتوا، دائما نحن في حرب مافيا العقارات. هذه ماشي اول مشكل ديال العقارات، ماشي اول اقامه غتلقى المشكل، ماشي ثاني ماشي ثالث اقامه. كنتمنى بان السلطات تاخذ بعين الاعتبار هادشي ودير حل جذري، ونشوفوا شنو ممكن اننا نديروا ونفتحوا تحقيق. وانا كنوجه من هنا رساله لصاحب العقار او المقاول انه يجي يفتح معنا حوار امام الصحافه باش يوضح الراي ديالو. معايا اخت سميره من الديار الفرنسيه، تفضلي اختي انت على كنسمعوك. اللي بغيت نقول هو كاينه واحد باغا ندير واحد الوقفه قدام السفاره، اللي السفاره عندي اتصال فيها كل سيمانه كنهضر معاهم، وهما راهم عندهم العلم بهاد الوقفه اللي دايرين اليوم. نعم. وقلت الا ما دارت حتى شي حاجه الوقفه، الا ما تحركتش المشروع، غادي نهز ولادي وغادي نمشي ندير وقفه قدام السفاره. وكان عندي حل اخر ولكن انا ما بغيتش نديرو، لان بالحكم الخدمه ديال ولدي تاع فشول دو فرانكو المون نكتبها ليه، وهويا غادي يولي صراع بين 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 البلاد. انا بلادي ما بغيتش نشوهها، بلادي ما بغيتش نخسرها، وما بغيتش ولادي يكرهوا ولاد بلادهم. ولكن هاد الجينيراسيون ما غاديش تستثمر، ما غاديش تستثمر عباد الله في البلاد، ما غاديش تستثمرش.
واش واحد في ولادي مازال غيجري في المغرب؟ تماما، هاد الجيل الجاي ما بقاش غادي يكون عنده الثقه ربما في ال ما غاديش يشري حتى واحد الا ما داروا لينا حتى شي حاجه. الاخت سميره تقدري تقدري لنا شحال ديال الناس تقريبا اللي هما من الجاليه مكسسوا في فرنسا ولا في بلدان اخرى اوروبيه شارين في هذا المشروع؟ بعد السكن المتوسط نقول لك واحد 90% كله صحاب الجاليه، وعاد زيدي السكن الاقتصادي فيه تا هو ما عرفتش 50% صحاب الجاليه. يعني كاين اللي في هولندا، كاين اللي في بلجيكا، كاين كاين اللي في، وحنا علاش نزلنا؟ لان سمعنا الخطاب في 2015 ديال صاحب الجلاله الله يرحمه كيقول لنا جيو استثمروا في بلادكم. انا كما نزلت سمعت هذا نزلت شريت، قلتي نستثمر في بلادي، ندير قبل الحياه في بلادي. ربما كاع الشقه ديال العمر ديالك كاع داكشي اللي جمعتيه حطيتيه وقلتي ماشي مشكل، ولكن المشكلة ماشي عرزقي، ورزقي والراجل كلشي مشى. إذا لأنك المشكل هو هنايا، صرا مشكل يعني بسبب هذا المشكل هذا السيدة طلقات من راجلها بربعة ديال الدراري. الأول اللي عطينا، نعم اللي عطينا الفلوس، اللي عطينا الفلوس هدر وعدني قال لي غتشدي دارك. yeah. شوية مني دخلت بالشحيب ولينا كنبغيو نهضروا نتحاوروا معاك، يصيفط لنا واحد آخر من عنده، أنا ما عرفتش واش عند أش من صفة عنده. أختي سميرة اليوم قولي لي شنو هو الطلب ديالك المباشر واللي كتبغي توجهيه للمسؤولين؟ بغيت داري فين نزل انا ولادي. نعم هادشي اللي بغيت. رسالتك جد واضحه، نحيد لهم الحج ونعطيهم فلوس. رسالتك جد واضحه كيف ما سمعتوا، كطالب بالارض ديالها ماشي بالفلوس ولا شي حاجه. من هنا كنبغي نوجه رساله. دابا حنا، نعم دابا حنا شارين كان ديك الثمن رخيص، دابا باغيين يكرهونا حنا السكن المتوسط. نعم باش نقولوا لهم عاودوا لنا فلوسنا، والدار اللي شي باعين 70 غادي يبيعوها ب 140. هذا هو الهدف ديالو، هذا هو الهدف ديالهم، باغينا نكرهو ونقولوا لهم صافي سي بون راهو لينا غير فلوس، وديك الدار اللي شاريه ب 70. لا انا تنقول لك يفو با بي سيليبغا، القانون فوق الجميع، وانا احنا انا متاكده لان احنا في بلد المؤسسات وبلد القانون والقضاء مستقل. كنواعدك باننا احنا ما غاديش نوقفوا هنا، غادي نتبعوا هذا الملف هذا حتى النهايه، حتى نشوفوا بعد الجواب. انا من هنا كنوجه نداء للمقاول باش انه يجي يتحاور معنا، يقول لنا اشنو هو المشاكل اللي عنده او اللي صادفته، لماذا لم يتم تسليم الشقق لاصحابها، ولماذا هذا التماطل بعدا في البني لحد الساعه. كاينين معنا اخوان من الجاليه هنايا متواجدين. خويا السلام عليكم. الاسم منين؟ اسم قراب عبد الرحيم، جيت من ايطاليا مباشره، جيت لهذا الغرض لان من 2015 حنا دافعين، ماشي غير انا، مجموعه تقريبا اكثر من 200 واحد ديال الجاليه دفعت انا 25، كاين اللي دافع 30، كاين اللي 40، كاين اللي مات مسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. كاين امراه طلقات بسبب هذا المشكل. كاين الدراري، انا تنعرف الدراري تخاصموا مع والديهم على هذه الفلوس، ما بقاوش يهضروا. وجينا ودرنا ودرنا في معارض هنا مع الوزير. هذا المعدار ديال تم، معرض ديال تم. لا انا شريت من عند هذو يعني سور بلاس. بقى سور بلاس وعطيته الشيك وعطيته كل شيء. فدابا جينا لقينا تلاعبات كثيره. شنو كانوا وعدوكم نهار الاول؟ شحال من تقريبا؟ قال لك عامين تكون موجوده، قال لك عامين. من رجعنا تنشوفوا ما كاين واعد. شنو السبب اللي خلاك انت تشري هنا في المغرب؟ اول حاجه تفكر ديما البلاد والدراري من هذاك باش يرجعوا يلقاو استقر. احنا دابا ترجعون بعدا نوش مشكل، ما كاين فين غتسكن. غتولي دائما غتمشي انت يا ضيف عند الناس. هذا هو المشكل اللي واقع. لهذا انا تنوجه واحد النداء للملك مباشره، الحسن محمد السادس نصره الله، بفتح تحقيق في هذا الموضوع، في هذه التلاعبات ديال هذه المافيا اللي كاينين. لان هذا من 2015 ل 2007 درنا لقاءات مع جميع المسؤولين، ما كاينش شي واحد يعطيك وعود، تيعطيك وعود كاذبه، بقى نخرجوا وعود كاذبه ما تحلش هذا المشكل. لهذا تنطلبوا انا الملك الجلاله الملك انه يفتح تحقيق في هذا الملف باش نعرفوا التلاعبات اللي كاينين. كاينه شي حاجه، ما يمكنش هذا الملف غيبقى سبع سنين، وغنزيدوا سبع سنين اخرى تنمشيو عند الله سبحانه وتعالى وكايا، امتى حنا غنسكنوا في هذه الديور؟
ماشي انا، كاينين الناس من الجاليه كاع، كاينين الناس اخوان جاري، او كاين الاخ الاخر حتى هو راه جا معايا فينا هويا، كاينين بزاف راه 90% راه هو جاري من هنا شارين لصاحب الجاليه. وحنا انا دخلت هضرت مع المسؤول هذاك، تيشت هو تيعيط عليك تيقول لك باش تزيدوا الفلوس، من قال لك انا ما مسؤولش في هذا الشيء، واش كنت دير هنايا؟ اش دير انت تاخذ فلوس باش تكريسي في عباد الله؟ هذا الشيء اللي بان لي انا. انا هضرت معاها ودخلي اختي كاع سوريه شوف الجواب اللي تيعطيك. ما كان تيجيو لوج علينا حاطينو هذاك بحال شي نصاب تا هو، هادشي اللي بان ليا المهم تا هو باش تلقاي نصاب على عباد الله. كيطالبك بانك تزيد الفلوس، ولكن باش هذاك تيقول لك باش تزيد الفلوس، ومني تيجي عنده تيقول لك انا تسولو على شي حاجه تيقول لك لا انا ما عندي حتى شي علاقه في هادشي. قلت لك كيفاش اش تدير؟ قلنا له عيطينا على المسؤول. قال لك ما نعيطش على المسؤول، انا مسؤول ما نعيطش عليهم، علاه من غتعيط علينا؟ علاه من غتعيط؟ غتعيط عليا انا من بغيتي اللي بغيتي الفلوس نزيدك، يا بغيتي هذيك الساعه تعيط عليا، ودابا ملي جينا عندك صافي رفعتي يدك على هادشي كلشي. نتمنى الله ان شاء الله ان شاء الله يكون خير في هذا الشيء. شكرا لي. كان ما كان كنبغي نوجه واحد الرساله، انا ما كنعممش، هناك مقاولين شرفاء داروا بناوا عمارات بناوا اقامات وطلعوا من داك الشيء رفيع، والناس سكنوا وعاونوا الشعب الضعيف انه يقدر يولي عنده قبر الحياه، واخا هذيك ديال 25 مليون وصغيور، المهم قدروا انهم يستافدوا. ولكن كونتر بارتي كاين واحد المافيا العقار، ما نحشموش نقولوها، كاين مافيا العقار كيستغلوا الناس، خصوصا هنا دابا مستغلين الناس ديال الجاليه المغربيه باي صوره غادي تنعطيو حنايا الجيل الثالث اللي كاين تما في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في ايطاليا ولا في هذا، في وليدات هاد الناس هادو، غادي يقول له رانا شريت هنا، غيقول له بابا انت شريتي هنا، اذا انا ما وضعت لك الدار، انا ربما ما غاديش يقدر يجي يعاود يبغي يستثمر هنا. هنا راه كنتمسوا بالبلاد، راه كنبغي نقول لكم كتمسوا بالبلاد قبل ما كتمسوا بهاد الناس وكتضروهم في لي زابارتمون ديالهم وفي الفلوس ديالهم. مشاهدينا شواقع تي في، انا حاولت انني ندخل باش نهضر مع الناس اللي كاينين لداخل في المكاتب ديالهم، وسولت جوج، كاين بنت وكاين ولد، سولتهم على الصفه ديالهم، قال لي انا غير كوميرسيال وما نقدرش نخرج للصحافه او ندلي بالراي ديالي لانني انا غير خدام. لداخل ما كاين حتى شي واحد، ربما يتهربون. فانا من هنا ومن هذا المنبر كنوجه رساله للمقاول صاحب الاقامه، اجي عندنا تحاور معنا، عطينا الراي ديالك، حنا سمعنا الراي ديال الناس المتضررين، كنوجهوا لك رساله وكنعطيوك فرصه ديال الرد وتقول لنا الراي ديالك واشنو واقع بالضبط هنايا، وشنو المشكل اللي خلى ان المشروع ما يكملش. نعم تفضل خويا. حنايا فاش كنا شفنا مع المحكمه مع قاضي التحقيق، كان طلب منا ندفعوا واحد الطلبات استرجاع الاموال، الناس اللي تعطى عليهم هذا المشروع استافدوا بناو في بلايص اخرى، اذا بنا عام الاول دفعنا ذاك الطلبات، تباعوا الشقوق ديالنا جوج مرات وما خداوش الفلوس الناس اللي تباعت لهم الشقوق. دابا حنا عندنا الطلب ديال استرجاع، واخا داروا طلب استرجاع الاموال، اكتشفنا ان ديور تباعوا وما خداو والناس ديالهم ما خداوش الفلوس، اذا ولات الشقه مبيعه جوج مرات. دابا ولينا في عمليه واحده اخرى مع عمليه نصب، انه الناس مبيوعه الدار جوج مرات. بالنسبه للاخ معانا جاب الشاري حط له الفلوس، قال له لا الدار ديالك مبيوعه، قال له رد لي فلوسي، قال له خديت فيها مليون، وهادشي قدام قاضي التحقيق، قال له قاضي التحقيق هادشي راه ما تيدارش، هادشي بحضور قاضي التحقيق المره الفايته. والحاجه شي خطير اللي شري اييه، قلنا السيد راه كيتسمى نصب، اييه السيد جا قال له انا البارتما ديالو هي في بريمير ايطاج، قال له راه البارتما تباعت، قال له عطيني فلوسي، قال له الفلوس راه عطاني فيها مليون، واش يمكن انه ياخذ فيها مليون؟ ما يمكنش، وتا ديك مليون فينا هي، وما بدلناش حتى بديك الوثيقه باش بيع هو، عطينا الروسي باش بيع، ورينا الكومبروم، لا داير الروسي باش باع، شحال المونطون اللي دعت باغي بالروسي؟ ها بالروسي هنا اللي سميتو، اصلا حتى المسائل القانونيه بزاف ديال الحوايج اللي تصيدنا فيها. ما تسدوش على عن طريق النوطير؟ ما كان الاغلبيه في الاغلبيه في المغرب تيتباعوا هكا، باب دارنا راه نفس المشكل، نفس المشكل ديالنا. دازوا عن طريق النوطير وتم الاحتيال عليه. احنا ما شي نوطير، احنا ها روسي اللي سميتو بزاف، كلشي تيبيع سيرينا سور بلون والسياسي سياسي. نعم الا سمحتي لي في هذه النقطه هذه، مساله احنا كنا هنا شارين بديروسي دي ريزيرفاسيون، من الناحيه القانونيه هذا ماشي قانون، من الناحيه قبل الشمس دونك حنا هنا شارين بديروسي دي ريزيرفاسيون ديجا. هذه الشركه هذه نقولوا حنا شرينا في 2015، ولكن حتى الناس اللي كيشريو جداد مازال كيعطيوهم دي روسي دي ريزيرفاسيون، معلم انه من الناحيه القانونيه في القانون المنظم العقار في طول الانجاز يجب على الشركه ان تعطي للزبناء عقود ابتدائيه،
عقود ابتدائيه، لا عقد ابتدائي، عقد ابتدائي. هنا ما عندناش عقود ابتدائيه، ولا زالت الشركه تعطيني الناس ديروسي دي ريزيرفاسيون، بمعنى توصيل ديال الحجز. دونك هذا من الناحيه القانونيه ما كاينش، ونحن هنا لا نعاني منذ 7 سنوات من هذا التماطل، هذا نعاني منذ 7 سنوات، وعلى ممثلي الشركه ان يتحملون مسؤوليتهم في هذا التماطل، هذا السويف الذي نعاني منه. حنا هنا عندنا ظروف ديالنا، حنا زبناء ما عندنا حتى شي علاقه بالوضعيه الماليه ديال الشركه. الوضعيه الماليه الشركه عندها السيوله ما عندهاش السيوله، انا مش شاري، انا زبون، انا ما عنديش علاقه بالشركه. كذلك نطلب من هذه الشركه ان تكف على بعض الممارسات. دونك انا عبد ربي حجزت على شقه ديالي هنا، حجزت شقه ديالي هنا، الحجز بمعنى اني أن 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 اني اديت فيها دفعات، القيمه ديالها 150 الف درهم على دفعتين. الشركه قالت لك نعطيك فلوسك كذا، قلت لهم ما كاين حتى شي مشكل. جيت باش نتفاهم معهم رضائيا، الشركه لم تلتزم ولم تفي ماشي ليس فقط بوعدها، بوعودها، راه وعود، بوعودها. قمت بتبليغها، تبليغ هذا المكتب الذي يمثل الشركه، مكتوب عليه مكتب البيع، دونك مكتوب مكتب البيع. قمت بتبليغ هذا المكتب عبر مفوض قضائي كما هو منصوص عليه في القوانين الجاريه بالعمل. رفضوا تسلم رسالتي، وابلغوا السيد في المحضر هذا الويسيد جوستيس. شنو دار في المحضر؟ امتناع؟ ليس فقط امتناع، من كانوا يتواجدون في هذا المكان ذلك اليوم صرحوا للمفوض القضائي بان لا علاقه لهم بالشركه والمحضر اتوفر عليه، ان شئتم زودتكم بنسختين منه. شنو في المحضر؟ انهم لا علاقه، ان الناس اللي هنا ما عندهم حتى شي علاقه باسلوب داري جعان، ما عندهمش علاقه بالشركه. انا هنا اطرح سؤال عريض، من هؤلاء الذين يتواجدون في هذا المكتب؟ شكون هما؟ انا عندي محضر المفوض القضائي، المفوض القضائي هو محلف، ماشي انا اللي كنقول هادشي. لا لا، راه المفوض القضائي راه هو اللي حرر المحضر. دونك شكون هاد الناس هادو اللي هنايا؟ اكثر من ذلك يهاتفوننا بين المره والاخرى، السلام عليكم، واحد لنا الحجوزات، الا ما بغيتيش غنمشيو للمحكمه. هذا اسلوب تهديدي، هذا اسلوب تهديدي. اللي بغى يمشي للمحكمه يمشي ليها، مثلما المشرع اعطاني الحق كزبون او كداع ان اقيم حجزا تحفظيا على هذه الشركه، واصبحت بالتالي في وضعيه المحجوز عليه، كذلك المشرع كذلك ومثال اعطى للمحجوز عليه الحق في رفع هذا الحجز التحفظي. ولكن باش ماشي بالاتصالات الهاتفيه، كيمشي للمحكمه وكيدير دعوه ديال رفع الحجوزات، ولا يحط لي الفلوس ديالي في المحكمه، ما يبقى حتى شي واحد يهاتفني. لا لا، الو حيد لينا الحجوزات. هنا راه كاين قانون، البلاد فيها قانون، ما تبقاش اسيدي تهاتفني. والعلاقه التعاقديه ما مبنياش على التهديد، ما مبنياش على التهديد. درت عليك حجز تحفظي حيت ما طلتي عليا 7 سنين اسيدي، هذا هو الواقع. كل ما تماطلتيش عليا غتجي تقول لي هكذا، راك نقول لك هاك فلوسك، السلام عليكم. كاين التعاقد، كاين حتى في العلاقه التعاقديه في قانون التزامات العقود امور واضحه. لا لا، راه ما يمكنش حنا، واش هاد الشركه غت امور واضحه؟ الشركه مابقاش فيها الثقه باش غادي حز يرفع الحز، باش يرفع الحز على الشركه مابقاش فيها الثقه، ما يمكنش يرفع الحز وهي الثقه والثقه ما كايناش فعلا. حنا خيرنا هاد الشركه، اما انها تعطينا دفعاتنا، إذا ما كانتش قادرة هي تكمل لنا المشروع ديالنا باش ناخذ ديورنا، تعطينا الدفعات ديالنا، لأن نحن التزمنا، هي الطرف الغير الملتزم. ما بغاتش تبني لنا المتوسط وتعطينا ديورنا، عطيونا عباد الله فلوسنا ولا ديورنا. شكرا لكم جميعا. رسالة أكثر من واضحة. كيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هذا هو المشكل اللي عند هاد الساكنة هادو اللي باقيين كيحلموا منذ 7 سنين. كيف ما كاين اللي عطى 15 مليون، كاين اللي عطى 30 مليون، كاين اللي عطى 40 مليون وباقي كيتسناو. هذا بات يسمى بمافيا العقارات. كنتمنى انه السلطات تلتفت لهذ الفئه ويتم البت سريعا واجراء تحقيق. وكنعاود نقولها، كنتمنى من صاحب المشروع او المقاول او الشركه المسؤوله هنا تجي ترد علينا باش نسمعوا الراي ديالها. شكرا لكم، صرتم على النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.